هي اللي تعمل فيها كده وهي قاعدة بتكافح وشقيانة علشان خاطرها. كمان شاهد العيان عصام نشر كراسة الديون لداليا لأنها كانت عاملة جمعيات لحد شهر 8 السنة اللي جاية علشان بس تقدر من خلالها تسدد الديون اللي عليها، لكنه قال إن مدير المستشفى دكتور أحمد جزار تعهد أثناء صلاة الجنازة إنه هيقوم بسداد ديون داليا كلها، وإنهم كمان هيساعدوا في الأمر ده لأنه دين داليا في رقبة الكل. المفاجأة الغريبة التانية إن الأب رغم اللي عملته بنته إلا إنه راح وجاب لها محامي وراح ودالها أكل وقال إنه بيتمنى إن بنته تطلع من القضية لأن هي واقعة في مأساة كبيرة ومش عارف يعمل إيه بين مراته اللي راحت وبنته الوحيدة اللي كانت فرحته في الحياة واللي مستقبلها وحياتها كلها راحت، ومش كفاية عليه مراته اللي راحت لكنه مش عارف يعمل ايه مع بنته. بس موقف الأب الغريب ده عمل حالة من الجدل في الرأي العام بين اللي مقدر حالته وكلامه ودفاعه عن بنته وبين اللي شايف انه ما ينفعش يقول كده ولا يدافع عنها بعد اللي عملته في والدتها. انتوا كمان شاركونا برأيكم وقولولنا انتوا ايه رأيكم في موقف الأب، مع الموقف ده ولا ضده، ولو كنتوا مكانه كنتوا تتصرفوا ازاي؟